أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا. البلاد اليوم مستمرة معكم لهذه الأمسية. طبعا موضوعنا الثاني المتعلق بما كشفت عنه ناصرة مساوي مديرة الرواتب بوزارة المالية، التي كشفت أن الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية في قطاع الوظيفة العمومي ستصبح نافذة بدءا من شهر مارس المقبل وبأثر رجعي ابتداء من شهر جونفي. هذه الزيادات تمس 2.8 مليون موظف وعون متعاقد. طبعا المتحدثة تحدثت للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الزيادات رصد لها غلاف مالي يقدر ب 681 مليار دينار لتمويل هذه العملية على مرحلتين. طبعا كما تحدثت ذات المتحدثة عن منحة البطالة التي قالت أنه ما يقارب 1.2 مليون مواطن استفادوا منها. طبعا وتحدثت ذات المتحدثة عن النقطة الاستدلالية الخاصة بالموظفين، وكشفت عن صدور 4 مراسيم رئاسية في الجريدة الرسمية رقم 03 لسنة 2023 تخص الموظفين والمتعاقدين وشاغلي المناصب العليا، وأقرت هذه المراسيم زيادة 75 نقطة لكل صنف ورقم استدلالي، وأشارت إلى أنه لا صحة للمعلومات المتداولة عن رفع قيمة النقطة الاستدلالية التي بقيت تقدر ب 45 دينار، وذلك لضمان تحسين القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود. طبعا هذه المعلومات وهذه المعطيات حسب المتحدثة سنحاول أن نتحدث عنها مع المختصين ومع الذين يطلعوننا على المزيد من تفاصيلها. ومعنا الدكتور إسحاق خرشي أستاذ الاقتصاد يلتحق معنا عبر سكايب. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء النور أخي. أهلا. إذن الزيادات في شهر مارس بأثر رجعي ل 2.8 مليون موظف، يعني كقراءة اقتصادية عامة، ماذا يقول دكتور خرشي؟ زيادات مطلوبة من ناحية اجتماعية ومفيدة من ناحية اقتصادية، لأنه في ارتفاع كبير في الأسعار عالميا، ورغم الإجراءات التي اتخذتها الجزائر مثل قانون مكافحة المضاربة، رفع الإنتاج الوطني من أجل توفير السلع في السوق، إلى أن الزيادة في الأجور تبقى دائما مطلوبة من ناحية اجتماعية، لأن الجزائر دائما وأبدا فيه طابع اجتماعي للدولة الجزائرية. من ناحية اقتصادية، من غير المنطقي أن نشجع الإنتاج الوطني مع وجود ضعف في الطلب، لذلك نحاول رفع الطلب من خلال رفع القدرة الشرائية. إذا رفع زيادة في الأجور وهدفها هو زيادة في الطلب من أجل تشجيع الإنتاج الوطني، لذلك نحن نعرف أنها جاءت في الوقت المناسب. طبعا كما تقول التقارير الرسمية أنها ستكون سنة 2023 وفي سنة 2024 أيضا. طبعا المديرة العامة للرواتب أشارت أنها الشبكة الجديدة لحساب النقطة الاستدلالية اعتمدت بطريقة تراعي ضرورة الحفاظ على التوازنات الكبرى للميزانية، وكذا الحفاظ على مبدأ الفوارق الحالية بين الرواتب المبنية على مستويات التأهيل والشهادات. ماذا يعني هذا بالضبط دكتور؟ يعني أنه فيه مقدار معين فقط الذي يمكن أن نضيفه للموظف في القطاع العمومي. بمعنى آخر قد يتساءل المشاهد لماذا لن تكون زيادات بمبالغ كبيرة، لأن الإيرادات لا تسمح بذلك. الزيادات راح تكون بمقدار حوالي من 3000 دينار حتى يعني 10000 دينار، يعني كل زيادات في السنة الماضية ستضرب في 1.5، هكذا يستطيع معرفة كل موظف كم ستكون زيادة، ربما سنرجع إليها لاحقا بالتفصيل. المقصود بالتوازنات المالية الكبرى هو الإيرادات والنفقات. لا ننسى بأن العجز المقدر في الموازنة هو 50 مليار دولار، رقم كبير. إذا لو تكون فيه زيادات كبيرة أكثر من الزيادات المقررة حاليا راح يتسع العجز، وهذا مؤشر يجب معالجته على المستوى الاقتصاد الكلي، ومش في سنة واحدة وإنما 3-4 سنوات. فيه بعض الإجراءات اللي ممكن أننا نقوم بتسويتها من أجل معالجة هذا العجز. ثم يعني أنه أيضا إذا كانت زيادات أكبر من المبلغ المحدد حيكون عندها أثر عكسي، لأنه لما نقدم مزيد من الأموال والإنتاج الوطني يكون قليل، بمعنى السلع قليلة في السوق وتشجع في الطلب أكثر، فهنا راح تكون الاثر عكسي، حترتفع الاسعار اكثر. اذا الزياده في الاجور
راح تكون تتماشى مع معدل التضخم الموجود ومعدل الناتج الداخلي الخام. أفضل طريقة لزيادة الدخل هو زيادة الإنتاج الوطني. لو يكون الإنتاج الوطني منخفض ونزيد الأجور بنسبة كبيرة، الأثر حيكون عكسي. لذلك الزيادات كانت مدروسة بدقة، مراعاة مع حجم الإنتاج الوطني ومع الإيرادات التي نتحصل عليها من قطاع النفط ومن القطاعات الأخرى خارج قطاع النفط. يعني أنه هذه الأمور، هذه الزيادات لم تأتي يعني بهكذا صورة مثلا في سبيل شراء السلم الاجتماعي فقط، بل عندها كثير من الحسابات المدروسة حول الاقتصاد الوطني، حول الإنتاج الوطني، حول الخوف. ربما أحيانا يقول لك أنه مثل هذه النوع من الزيادات قد لا يكون له تأثير، يعني الزيادة من هنا والأسعار تلتهب من هنا، يعني هنا نريد أن نزيد في الأجور لكن نحافظ على الأسعار يعني أدنى ما يمكن تحقيقه. هذا هو الذي تعمل عليه الحكومة حاليا، هي معادلة صعبة. يعني بغض النظر عن زيادة الأجور، فيه قلت لك بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ضبط الأسعار، أيضا قانون مكافحة المضاربة، تشجيع الإنتاج الوطني باش نوفروا المزيد من السلع في السوق لما يرتفع العرض، رغم أنه طالما مرتفع يعني نقترب قليلا من السعر التوازني ليضمن الفائدة للمنتج والقدرة الشرائية للمشتري أو للمواطن بشكل عام. فإذا حبينا تكون الزيادات أكثر مما ستكون عليه، في طريقة واحدة فقط، وهي أننا نرفع في الإنتاج الوطني. لأنه لما نشوف حجم الزيادات بالنسبة للموظفين والمتعاقدين، بالإضافة إلى المتقاعدين، بالإضافة إلى منحة البطالة، نجد أن المجموع الإضافي الكل يقدر 543 مليار دينار. تساؤل الرئيسي، هل الإنتاج الوطني ارتفع بمقدار 543 دينار؟ لأنه لو ما يرتفعش بهذا الإنتاج الوطني من سنة إلى أخرى بهذا المبلغ في القيمة، ليس في الكميات، راح تكون فيه تشجيع كبير للطالب على حساب ما هو متوفر في السوق. لذلك أنا أقول لك أنه هذه الزيادات تراعي بشكل كبير شحال معدل التضخم راه موجود وحجم الانتاج الوطني. لو ينخفض حجم الانتاج الوطني بشكل كبير وما ندخلوش السلع من الخارج، فالزيادات بشكل كبير حتاثر بشكل كبير على الطالب، حترتفع الاسعار، حيكون في اثر عكسي. اذا انا متاكد بان الامور مدروسه بدقه. نعم دكتور، بالنسبة للتفاصيل التي قلت أنك ستعود إليها بعد قليل بخصوص زيادة 75 نقطة لكل صنف استدلالي، طبعا رفع قيمة النقطة الاستدلالية التي بقيت تقدر ب 45 دينار، طبعا قال لك سيدة مساوقة أنه لا صحة لهذه المعلومة والنقطة الاستدلالية بقيت تقدر ب 45 دينار. يعني هذه الحسابات لو نعطي مثال حتى كل موظف يفهم بالتدقيق كيف يعنيه الموضوع؟ هو لازم تصريح من عند مسؤول رسمي، ولكن في اجتهادات من عندنا. وهو انه المبلغ يعني بشكل مبسط، نحاول استعمال لغه بسيطه جدا حتى يفهمها طبعا. انه المبلغ اللي زاد عند في اجره او راتب كل موظف السنه الماضيه يضرب في 1.5، بمعنى انه السنه الماضيه كان فيه زياده ب 50 نقطه، هذه السنة فيه زيادة 75 نقطة. وش معناها؟ معناها أنه مثلا اللي الراتب تاعو زاد ب 5000، معناها 500000. في هذه السنة هذيك 500000 يقسمها على 2 تعطي له 250، يزيدها ل 500، معناها تولي 7500 دينار جزائري. إذا الزيادة في السنة الماضية تضرب في 1.5 تعطيك حجم الزيادة الصافية في 2023، ثم نفس الزيادة حتكون في سنة 2024. بمعنى أنه إذا زاد المبلغ تاعك في السنة الماضية ب 5000 دينار، هذه السنة حيزيد الراتب تاعك ب 7500 دينار. وفي السنة المقبلة 2024 حيزيد أيضا ب 7500 دينار. بالتالي في 3 سنوات يرتفع الراتب بمقدار 2 مليون سنتيم إلى 20000 دينار جزائري. هذا خاص بالموظفين المتعاقدين. أما منحة البطالة فارتفعت بحوالي 2000 دينار جزائري،
وفيه أيضا زيادات في منح ومعاشات متقاعدة. طبعا بخصوص منحة البطالة مثل ما تفضلت زادت ب 2000 دينار إلى 15000 دينار، حوالي 1.2 مليون شخص يستفيدون منها، يعني كنظرة اقتصادية حتى الآن في رأيك نجاعتها، خصوصا أنه فيه وضع اجتماعي حاليا ينبغي التعامل معه، وأيضا تم ضبط الشروط بدقة جدا، يعني أصبحت شروطها أكثر حزما. نعم، لأنه مش بنفس الطريقة التي يرى بها المواطن العادي هذه المنحة. هذه المنحة هي مدخل للحصول على فرصة عمل، بمعنى آخر أنه نحاول يعني في مقاربة انتقائية للطالب للموظفين المستقبليين. يعني أنه من ناحية اقتصادية هذه المنحة من أجل تشجيع الطالب حتى ما نقدمه من منتجات في السوق تجد لها سوق، يعني نجد لها طالب. نحن نحاول إنشاء العديد من المؤسسات المصغرة، نحاول رفع الإنتاج الوطني، ولكن لازم يقابل الطلب في السوق. فهذه المنحة من ناحية اقتصادية هي من أجل تشجيع الطالب، خاصة مع خفض وعقلنة الاستيراد. إذا الاستهلاك حيكون شيء كبير على المنتجات المصنعة محليا. من ناحية اجتماعية هي مطلوبة، لأنه في العديد من حاملي الشهادات بدون دخل. من ناحية اجتماعية حتوفر لهم المتطلبات الأساسية، وهي أيضا فرصة للحصول على عمل. لأنه لما تشوف مثلا بعض الشروط للاستفادة من منحة البطالة، لازم تكون عندك مثلا إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية. البعض يتساءل لماذا؟ لأنه في حالة توفر منصب عمل الملف يكون كامل وحاضر، يعني موجود، تروح مباشرة لهذا المنصب العام. إذا من ناحية اقتصادية الهدف هو تشجيع الطالب من أجل استهلاك المنتجات المحلية ودعم المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الصناعية، بهي أيضا تزيد توظف وتوفر العديد من مناصب الشغل. ومن ناحية اجتماعية مفيدة، لأنها تحفظ كرامة المواطن وحاملي الشهادات أو حتى غير حاملي الشهادات، المهم الذين توفر فيهم شروط استفادة من هذه المنحة. طبعا دكتور خرشي، ربما يتحدث البعض ويتساءل أنه في ظل هذه الظروف الدولية الاقتصادية الصعبة والضاغطة والقاهرة، كثير من الدول حتى ربما الدول اللي عندها إمكانيات تئن تحت وطأة هذه الظروف بعد الخروج من جائحة كورونا، بعدها مباشرة دخل العالم في الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها، يقول لك إلى أي مدى التوازنات المالية والوضع المالي والاقتصادي للجزائر يسمح بمواصلة هذا الجانب الاجتماعي وهذا البعد الاجتماعي في هذه الفترة؟ يسمح حتى لأربع خمس سنوات مقبلة، لأنه توقعات ماشي يعني أخبار رسمية، ولكن توقعات بعض الخبراء في مجال الأمني والمعلوماتي والاستخباراتي توقعوا بأنه حتى الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة قد يعني تستمر حتى بعد 2026 حتى 2027. هذا يعني أنه أسعار المحروقات حتبقى مرتفعة، يعني ما تنزلش تحت 80 دولار للبرميل. وحتى منظمة الأوبك بلس لو تنزل أسعار تحت 80 دولار للبرميل حيكون فيه اجتماع استثنائي. نحن السعر المرجعي للبرميل النفط هو 75 دولار للبرميل، وبالتالي على الأقل في أسوأ سيناريو في 5 دولارات إضافية عن كل برميل نفط نصدره. ثم أيضا في توجه نحو الحصول على إيرادات من قطاعات خارج قطاع المحروقات. السنة الماضية حققنا تقريبا 7 مليار دولار صادرات خارج قطاع المحروقات، نحاول نطمح في هذه السنة 10 مليار دولار. إذا فيه بعض مصادر الدخل. في أسوأ سيناريو، في أسوأ سيناريو قد نتجه إلى طبع النقود في الجزائر، يعني في الحالة التي لا نريد الذهاب إليها. ولكن في أسوأ سيناريو نطبع النقود من أجل توفير ما تحتاجه الموازنة العامة، والأثر لن يكون ثاقب، لأنه فيه سوق موازي ينتج، وهذا الإنتاج لا يدخل في حسابات الكتلة النقدية التي يعتمد عليها البنك المركزي. بمعنى أنه حتى إذا طبعنا النقود لن ترتفع الأسعار بسعر جنون، أنه في 90 مليار دولار إنتاج في السوق الموازي.
يعني بعض الأحيان يكون الداء هو الدواء. يعني السوق الموازية فنحن أصبحت جزء فسحة. إيه نعم، في إنتاجية، وأيضا فيه نقطة أخيرة حتى لا أطيل، أنه البعض يعني يرى أنه مجرد الانضمام إلى البريكس هو يعني نوع من البرستيج أو غير ذلك. لا، الهدف من الانضمام إلى البريكس هو أننا نرفع الإنتاج الوطني حتى يجي المستثمر من الصين، من الهند، من البرازيل، باش نرفعوا لا برودكسيون ناسيونال بروت، يعني الناتج الوطني الخام. الخام. كلما ارتفع الإنتاج، كلما زاد الإنتاج، كلما كانت السلع متوفرة في السوق. لما تصبح السلع متوفرة أكثر في السوق، خلاص يعني حتى إذا كان فيه طلب قوي حيكون فيه سعر توازن يضمن للبائع وللمشتري. دونك المقاربة صحيحة اللي تنتهج فيها الدولة، يعني من جهة تحاول الانضمام إلى البريكس، في قانون المضاربة، في زيادة في الأجور، كل هذا باش يعني حفاظا على الطابع الاجتماعي للدولة وأيضا أجل دعم الاقتصاد. طبعا ربما خلينا نختم بسؤالنا عبر البريكس ما دام تذكرته دكتور اسحاق خرشي، وحتى انه قبل ايام وزير الخارجيه الروسي تحدث عن انضمام الجزائر الى البريكس، وقال هي اكثر دوله لها يعني قابليه للانضمام خلال الفتره القادمه. وش ممكن تجلب لنا البريكس؟ وش ممكن مثلا كاستثمارات، كشراكات اقتصاديه، كاولويات وكامتيازات يمكن ان تحصل عليها الجزائر يوما بعد انضمامها إلى البريكس؟ شو نقول لك؟ كلام لم أقله في السابق. تمام، جميل. الجزائر ستنضم للبريكس لأنها دولة غازية. الدول البريكس ما راح تسمح في الجزائر وتتركها كدولة منفردة، أو يعني تتركها في تحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى غير ذلك. العالم يشهد أزمة طاقة، سلاح الجزائر الآن هو الغاز. إذا الجزائر راح تنضم، يعني بغض النظر عن الأمور الاقتصادية، معدل النمو برقمين، حجم الناتج الداخلي الخام، البريكس أصبحت لها معايير أخرى جيوسياسية، لم يصبح اقتصادي بشكل كبير. إذا ضمينا للبريكس حنضمن الأمن الغذائي، حنضمن الأمن الطاقوي، حنضمن العديد من الأمور الأمنية، لأنه التعامل في نظرة مستقبلية، أنه التعامل مع البريكس راح يكون بعملة هذه الدول. نحن رأينا ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم مع روسيا بالنسبة لاحتياطات الصرف الأجنبي، جمدت احتياطات الصرف الأجنبي الخاصة بهذه الدولة. لذلك احتياطي الصرف الأجنبي للجزائر خطر لو يبقى كله بالدولار. لذلك في نظرة مستقبلية أن احتياط الصرف الأجنبي لازم يكون فيه تنويع، بعض جزء منه بالروبل الروسي، جزء منه بالعملة الصينية، جزء منه بالعملة الهندية، حتى إذا كان فيه أي مشاكل دولية ما تكونش فيه درجة وإن كان خطورة ربما كبيرة. دكتور، وأنا لا أعرف إن بمعرفة شاء الله وصلت الرسالة. بمعرفتي الاقتصادية المحدودة نوعا ما، أنه حتى الدول الكبرى الأوروبية الغربية يعني الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية تنوع في العملات، في سلة عملاتها. بالفعل، لأنه ما حدث لروسيا أعطى درس لجميع الدول، وهذا الشيء راح ينعكس إيجابا على الجزائر، لأنه راح يعالج مشكلتين. يعني الموضوع طويل جدا ولكن سأحاول اختصار، حيعالج مشكلتين، حيعالج مشكل السوق الموازي، لأنه لما تجي الاستثمارات بشكل كبير للجزائر، أصحاب الأموال المكتنزة يخرجوا ويصبحوا يدخلوا في شراكات مع هذا المستثمرين. لكن لما تكون حجم الاستثمارات قليلة كما رأي الآن، مستحيل أن أصحاب الأموال المكتنزة يخرجوها ويدخلوا إلى السوق. النقطة الثانية أن البريكس حيقضي على السكوار. علاه؟ لماذا؟ لأنه الطلب مش حيصبح على الأورو والدولار، الطلب حيصبح من على الروبل الروسي وعلى عملة الصين وعلى عملة جنوب إفريقيا وفي البنوك الرسمية. أعتقد أن الموضوع يعني طويل جدا وشيق معك، كثير منه. لكن وقتنا ضيق. أشكرك جزيل الشكر الدكتور إسحاق خرشي أستاذ اقتصاد، كنت معنا عبر سكايب، شكرا على هذه الشروحات وهذه الإفادات. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من البلاد اليوم، ألقاكم بخير، سلام الله عليكم.